السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين وأجمل صحبة وأخوات، يا رب دايماً تكونوا بخير. النهاردة واستكمالاً لوصفات صبغات الشعر الطبيعية هنعمل صبغة شعر باللون الأحمر. عملت لكم صبغات طبيعية باللون البني واللون الأشقر الذهبي، وكل اللي جربها عجبته جداً الطريقة، لأن المكونات بتكون لتغذية الشعر وتنعيمه مش بس علشان تديله لون، غير إنها بتكون آمنة جداً على الشعر وخالية من أي مواد كيميائية. تقدري تستخدميها لبنتك الصغيرة أو لو كنتي حامل ومش قادرة تلوني شعرك بصبغة صناعية. الصبغة النهاردة هتوصل التغذية لبصيلات الشعر وهتديله لون أحمر لامع هيفضل ثابت لمدة طويلة. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة. ولو أول مرة بتشوفيني فرحيني باللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس هيوصلك كل جديد بنزله. ويلا بينا نشوف الوصفة. هنحتاج في وصفتنا للحنة. الحنة بتقوي الشعر وبتغذيه وبتزود كثافته، بتقلل من التساقط وبتعالج أي التهابات في فروة الرأس. كمية الحنة اللي هتستخدميها بتكون على حسب طول وكثافة شعرك. جهزت الحنة وهجهز الخطوة التانية في الوصفة، وهحتاج فيها للكركديه. بيحفز نمو الشعر وبيقويه، غني بفيتامين سي والأحماض الأمينية اللي هتساعد في تحفيز مادة الكيراتين. بيعالج القشرة وبيساعد في إنبات الفراغات وتكثيف الشعر. هحتاج حوالي معلقتين كبار من الكركديه وكوباية كبيرة من المية، وهرفعهم يغلوا على النار لمدة 5 دقايق لحد ما لون المية يبقى بالشكل ده. هضيف مغلي الكركديه على الحنة وهخلطهم كويس جدا مع بعض. وهضيف عليهم دم الغزال، هتلاقيه عند العطار بودرة أو سائل. الإضافة دي هي اللي هتدي اللون الأحمر الواضح والصريح في الصبغة. ضفت معلقة كبيرة من بودرة دم الغزال وهخلطها كويس جدا مع باقي المكونات. واخر مكون معايا هو خل التفاح، تقدري كمان تستبدليه بعصير نص ليمونة. خل التفاح هيثبت اللون وهيخليه يظهر اكتر، غير انه هيقضي على قشرة فروة الراس السبب الرئيسي لتساقط الشعر. ودي بتكون صبغة الشعر الطبيعية باللون الأحمر. هتوزعيها على شعرك من الجذور للأطراف، وهتغطي شعرك ببونيه بلاستيك. يفضل تعمليها بالليل وتغسليها الصبح، وبعد كده اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد. هيديكي لون أحمر روعة من أول استخدام. تقدري تكرريها مرة كل شهر عشان تصبغي الجذور. يفضل طبعا لو استخدمتي الحنة في أي وصفة للشعر إنك تعملي حمام زيت أو حمام كريم. جربيها بجد، لون صريح وثابت لأكتر من شهر. ولو عندك أي سؤال اكتبيلي في الكومنتات وهرد عليكي بإذن الله. لو لسه ما اشتركتيش في القناة دوسي اشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار من كل فيديو جديد بنزله. وشكرا جدا على المشاهدة.